خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي. وإذا رأيت معاملاته أتم المعاملة، إذا اشترى وإذا أجر وإذا استأجر وإذا شارك غيره. الشريك، أنت شريكي لا تداري ولا تماري، يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها ويرهن ويستعير ويشتري بالثمن الحال والمؤجل ويستسلف. وإذا أدى بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهو عليه الصلاة والسلام يشفع، والشفاعة الحسنة والتوسط بالخير. وكان إذا مزح لا يقول إلا حقا، وإذا احتاج إلى التورية ورى ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يستثمر كل فرصة في الدعوة والتعليم، حتى المصارعة لما شرط على ركانه ماذا إذا صرعه، فصرعه مرتين حتى علم ركانه وهو من أقوى العرب، لا بد أن يكون معه عون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أسلم. يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام قوته في نصرة الدين، ويحمل معهم الحجر لبناء المسجد، ويضرب معهم بالمعول في حفر الخندق، ويقاتل في المعارك عليه الصلاة والسلام. وهو كان في رحمته للمسلمين يعود مريضهم ويسأل المريض عن حاله وكيف تجدك، ويدعو لهم: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يرفع صوته بالأذكار أحيانا ليسمعهم، حتى في الصلاة السرية أحيانا يسمع من خلفه، لأنه قدوة. وفي سنن الفطرة يرونه في التيمن، في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، فيحفظ عنه. الحلاق إذا حلق رأسه يأمره أن يبدأ باليمين. يحب السواك، يستاك مفطرا وصائما وعند الانتباه من النوم وعند الوضوء والصلاة دخول المنزل، ويكثر من التطيب ويروي منه الريح الطيبة. وله مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3. وكان يحب الترجل. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء.
وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نقتدي به وأن ننظر في حاله. وقد قسم العلماء أفعاله فقالوا تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. الأول الأفعال الجبلية وهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراً كسائر البشر وليس بمقتضى الرسالة، كالقيام والقعود والمشي والأكل والشرب والنوم ومحبة الحلوى والعسل والدباء. فهذه الأفعال لا يتعلق بها أمر شرعي ولا نهي ولا أسوة، أي اقتداء بسنة يؤجر عليها المقتدي، فهي ليست سنة عبادة. إلا أن الفعل الجبلي إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاعه على هيئة مخصوصة يخرج من الإباحة للاستحباب، كنومه على شقه الأيمن. فمجرد النوم ليس سنة عبادة يقتدى به فيها، هذا بمقتضى الجبلة البشرية يفعله ينام، لكن لما رأيناه دائما ينام على الشق الأيمن صار النوم على الشق الأيمن سنة يؤجر عليها الإنسان. وكذلك إذا ورد قول يحث على هذا الفعل الذي يفعله فيصير مستحبا مثل التنفس بعيدا عن الإناء ثلاثا والأكل باليمين. القسم الثاني أفعاله الجارية على وفق عادات قومه وأعرافهم ما لم يدل دليل على ارتباطها بالشرع، فهذه أيضا ليست بسنة عبادة، مثل مثلا لبس العمامة. فلبس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة جريا على عادة العرب، والعمائم تيجان العرب، فلا يقال هنا إن لبس العمامة سنة واحرصوا على لبس العمامة، لأنها فعلها عليه الصلاة والسلام لما فعلها جريا على عادة قومه من العرب. وكذلك تطويل شعره كما كانت عليه عادة العرب. أما إذا ورد قول يأمر بذلك أو يرغب فيه أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة فعند ذلك يصبح هذا الفعل سنة كلبس البياض، فإن لبس اللون الأبيض من السنة، وكذلك رفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك. القسم الثالث أفعاله الخاصة به التي دل الدليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام فيها كالوصال في الصوم، يواصل اليومين والثلاثة، وكما أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة، وكما هو الأمر في نكاح الواهبة نفسها إليه بلا مهر، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فلا يقال في هذه الأفعال إننا نتأسى به فيها،